ورجعنا لحضراتكم تاني في القاعة منطقة دي قاعة 18. بس طبعا احنا هنا جايين نشوف شغل عميل لنا في مكتب القاهرة، وبتبقى طبعا الاجراءات والسيستم بتاع الشغل ان احنا بعد ما بنقعد مع المورد، احنا قعدنا مع المورد امبارح والنهاردة جايين نقعد مع المورد تاني. طبعا الموردين بيبقوا مشغولين جدا في المعرض لان العملاء كتير بتقعد بتتكلم في تفاصيل، فاحنا على قدر الامكان بنقعد بنبص على الكتالوج بنتأكد ان حاجة العميل بتاعتنا موجودة، بنبتدي ناخد التفاصيل من المورد، التفاصيل القانونية، الاوراق بتاعت الشركة، العنوان، وبنحدد معاه زيارة بعد المعرض. بعد ما المعرض بينتهي بنبتدي لو الشغل مثلا فني بيبتدي المهندسين اللي عندنا في الشركة بيتحركوا، لو التفاصيل الفنية مش مطلوبة والتفاصيل المطلوب ان احنا نروح نراجع عليها ادارية او قانونية بيروح فريق العمل بتاعنا سواء القانوني او الزملاء الصينيين اللي معانا. بنبتدي نعمل زيارة، بنطبق الاوراق اللي احنا شفناها في المعرض، اوراق الشركة بنطبقها على ارض الواقع، بنتأكد ان فريق العمل اللي كان بيتكلم معانا هم ناس فعلا موجودين في المصنع، بنتأكد من الكيان نفسه ان هو موجود على ارض الواقع. بعد كده بنبتدي ندي كونفيرم للعميل ان هو يدفع الديبوزيت او يدفع مبلغ العربون زي ما بيقولوا، بيبقى حسب ما هو متفق عليه بيبقى من 30-40%. بعد ما المبلغ بيدفع بنبتدي احنا نتابع مع المصنع مرحلة التصنيع سواء شهر او شهرين او ثلاثة حسب نوع المنتج او خط الانتاج او الخامة، بنبتدي نتابع معاه مرحلة التصنيع، بيدينا كونفيرم ان التصنيع انتهى وتمام، بيروح فريق العمل مرة تانية بيعمل زيارة وبتدي يراجع على المنتج زي ما هو متفقين عليه في الفاتورة من وزن وحجم وخامات وطريقة التعبئة، التفاصيل كاملة نبتدي نراجع عليها. لو في اي تفصيلة ناقصة بنبتدي نراجع مع المصنع عشان يعدلها، لو الامور كلها تمام بندي كونفيرم العميل يبتدي يحول بقية المبلغ 70%، نقدر ساعتها احنا ندفع 70% الباقية او 60% الباقية للمورد ونستلم المنتج او خط الانتاج ونبتدي ننسق اجراءات الشحن طبقا لكل دولة. طبعا حضراتكم عارفين كل دولة بتختلف عن التانية في اجراءات الجمارك بتاعتها والاوراق المطلوبة، فدي بتبقى اجراءات الشغل في المعرض. يعني مفيش صفقات بتتعمل في المعرض، على قدر ما احنا بنشيك على المورد بنتأكد ان المنتج موجود عنده وبنبتدي ناخد اجراءاتنا بعد المعرض عن طريق زيارة المورد والتأكد من التفاصيل ديت.